عاوز تقول ايه للاعلاميين خاصه في مصر؟ والله في بعض الاعلاميين كويسين وفي بعض الاعلاميين بيسخنوا الدنيا وماشيين مع الرايده. يعني في بعض الاعلاميين بدون ذكر اسماء كانوا ايام مبارك عشان ملك ما تم، ايام مرسي عشان ملك ما تم، ايام الرئيس السيسي برضه عشان ملك ما تم. ما ينفعش، الناس كشفتهم خلاص، يعني الناس بقت تعرف. زي لا مش في اعلامي مستلمني اللي هو توتو تامر، تامر امين توتو، تقول له يا توتو بلاش خليك في بحرك لما نروح لك.